أهلا بيكم في بندق كيدز مع يوم جديد وتحدي جديد من سوبر هيرو. معاكم صاحبتكم روني بندق. عايزين نعرف بقى ايه سوبر هيرو وايه اللي ممكن هما يعملوه. كل دولت سوبر هيرو طبعا معظمكم عارفينهم. في اللي عنده باور في ايديه، في اللي عنده باور في رجليه، في منك اللي بيقدر يطير ويعمل سبايدر مان والحركات دي كلها، بس ده طبعا كله مش حقيقي. في بقى اللي يقدر يستخدم البرين بتاعه ان هو يقدر يعمل اختلاف كبير في حياته وفي حياة غيره. ازاي؟ ايوه، ممكن نقدر نعمل تشينج في العالم كله. طب ايه اللي مطلوب مننا عشان نعمل التغيير ده؟ تعالوا كم احكي لكم حكاية. اهم حاجة ان احنا نبقى عارفين قبل ما نقول الحكاية بتاعتنا ان احنا لازم نشتغل كويس، وكمان نبقى مبسوطين في الحاجة اللي احنا بنعملها عشان نقدر نعمل اختلاف وديفرنس في العالم كله. يعني ايه؟ يعني مش عشان انا بشتغل كويس وبعمل حاجة بجد ان انا ابقى مكشر بقى ومتضايق، ابدا خالص. انت كمان لازم تهفن. تعالوا نشوف الولد الجميل ده، اسمه بلاك ماكوسكي. الولد ده راح الأرجنتين ولقى الأطفال كتير أوي 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 ماشيين برجليهم حافية، مش معاهم فلوس لا يجيبوا شوز ولا يجيبوا شرابات. فعمل إيه؟ قعد يفكر ويقول طب أنا أعمل إيه؟ أنا هعمل مصنع للشوز، وبعدين كل ما حد يشتري مني حاجة من الأحذية بتاعتي اللي أنا هعملها، هطلع واحدة فري للأطفال. راح أول مرة معاه 10,000 عادي تشوز، وبقوا الأطفال مبسوطين قوي وبيلعبوا، بقت رجليهم محمية، لأن قبل كده لما كانوا بيلعبوا كورة كان الإزاز والزلط والتراب كان بيدخل في رجليهم ويعورهم. وصل بيه في الآخر بلاك ميكوسكي إن هو باع 60 مليون فردة تشوز. سماهم تومز شوز فور تومورو. خد الكلمة بتاعت تومورو حطها في اسمه، تومز اسم البراند نفسه، شوز فور تومورو، ان انا لما احمي الرجلين بتاعت الاطفال دلوقتي بكره هيبقوا رجاله واقوياء وهيبقوا ستات جميله وامهات جميله. فهو كان بيفكر لبكره، يعني انت تقدر تعمل اختلاف في العالم. It is great big world, you make a difference. عادي، just انت مطلوب منك ان انت تفكر وتورك هارد وتهاف فن. دي كانت قصة بلاك ماكوسكي. عايزاكم كلكم تقولوا لي أفكار جديدة، أفكار جميلة، في ممكن اللي يساعد بكتب أو بلعب أو بهدوم، أو مثلا يعمل تلاجة للأكل اللي بيتبقى مننا، أو أفكار كتيرة جديدة ممكن نحن نغير بيها العالم كله. كل واحد ياخد ورقة ويكتب في الكراسة بتاعته أو كراسة كده جميلة سوبر هيرو، ويكتب الأفكار بتاعته ويصورها لي، واللي هيعمل معظم الأنشطة هياخد مني شهادة إن هو كان من أبطال السوبر هيرو. خلاص، أشوفكم المرة الجاية إن شاء الله بكرة مع سيشن تانية من سوبر هيرو بندق كيدز. صاحبتكم روني بندق. باي باي.